السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صلحي فرقة أولى طب طنطا. بإذن الله هنحل مع بعض أسئلة الامتحان التجريبي للأحياء اللي تم النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي يمكن أن نستنتجه من خلال الرسم البياني؟ قال لك ادرس الرسم البياني الذي يوضح سرعة نمو جانبي محلاق أحد النباتات المتسلقة أحد الجانبين. طبعا في جانب بيبقى مواجه للدعامة وفي جانب بعيد عن الدعامة، وطبعا بيبقى فيه سرعة نمو الجانب الغير ملامس للدعامة. تمام، ده اللي هو الجانب ألف. طبعا الجانب ب الملامس للدعامة ده بيبقى بينمو بسرعة أبطأ. طب لو أنت باصص كده هتلاقي إن زمن، هتلاقي إن مع مرور الزمن نمو المحلاق أساسا نزل، نمو المحلاق قل، يبقى كده ذبل ومات. ومتى يذبل المحلاق ويموت؟ إذا لم يجد المحلاق الدعامة المناسبة. إذا لم يجد المحلاق الدعامة المناسبة، فالإجابة هتبقى، طلع لنا كده، الإجابة هتبقى لم يجد المحلاق الدعامة المناسبة. طب النبات ينمو رأسيا لأعلى، لو كان بينمو رأسيا لأعلى ما كنتش هحتاج محلاق أساسا. طب لو المحلاق ملتف حول الدعامة كان هيوثق التصاقه به وهيتموج ما بقى من أجزاء الحلق وكان هيكبر شوية. طب المحلاق في مرحلة البحث عن الدعامة ما كانش هيقل كده. تمام، احنا إن شاء الله هنحل ونوضح ليه ده صح وليه ده غلط إن شاء الله. إذا كانت تركيبان س وص يتركبان من نفس النسيج والتركيب عين يربط بينهما، ماذا يمثل الرمز لام؟ الرمز لام ده هيبقى ايه؟ اولا هو مين س وص ده؟ س وص دول بيتركبوا من نفس النسيج. س وص ده ممكن يبقى عضله، ممكن يبقى عضله وعظمه، او ممكن يبقى عظمه وعظمه. تمام، بس قال لك ان ده تركيب عين ده بيربط ما بينهم، فده رباط. الرباط ده بيربط ما بين عظمه وعظمه اللي هي س وس، وعظمه عظمه بيبقى بينهم ايه؟ بيبقى بينهم مفصل، بيبقى ما بينهم مفصل، فلام ده هيبقى مفصل. يبقى لام ده هيبقى ايه؟ لام ده هيبقى مفصل. تمام، نخش على السؤال اللي بعده. الشكل الذي امامك يمثل تشابك عصبي عضلي، ادرس الشكل ثم اجب. ده تشابك عصبي عضلي، يبقى ما بين عصب وما بين عضله. طبعا حرر ايونات الكالسيوم الموجوده في الحويصلات التشابكيه دي، بتتحرر وتفجر الحويصلات التشابكية وتحرر منها النواقل العصبية اللي بتسبح في الفراغ ما بين مين؟ ما بين غشاء الليفة العضلية، غشاء قصدي الليفة العصبية وغشاء الليفة العضلية. تمام؟ أنا محتاج أيونات الكالسيوم عشان أعمل التفجير ده، يبقى في رقم واحد. طب هل أيونات الكالسيوم كده دورها خلص؟ قال لك لأ، ما تنساش إن الروابط المستعرضة اللي كانت بتتكون من خيوط الأكتين تروح لخيوط الميوسين كانت تتكون بمساعدة أيونات الكالسيوم عشان تسحب الروابط المتجاورة من خيوط الميوسين اللي ده شفناه في رقم 4، فالإجابة هتبقى 1 و4. تمام، يعني في الكالسيوم محتاجها حاجتين، في انفجار الحويصلات التشابكية رقم 1، وفي كمان سحب تكوين الروابط المستعرضة وسحب خيوط الأكتين باتجاه بعضها البعض. تمام، خش على السؤال اللي بعده. ماذا يعني أن الوحدة الوظيفية لأحد العضلات مكونة من 75 وحدة تركيبية؟ مكونة من 75 وحدة تركيبية. أولاً مين الوحدة الوظيفية للعضلة؟ الوحدة الوظيفية للعضلة هي وحدة حركية. وحدة حركية واحدة. مكونة من 75 وحدة تركيبية، 75 وحدة تركيبية، الوحدة التركيبية للعضلة هي الليفة العضلية، هي الليفة العضلية. طب الوحدة الحركية دي مكونة من إيه؟ مكونة من ليف عصبي حركي يغذي بواسطة تفرعاته النهائية الياف عضليه من 5%، من 5%. طب هو قال لك من 75، دي من ضمن ال 100. يبقى الاجابه هتبقى الليف العصبي الحركي يغذي 75 ليفه عضليه. الليف العصبي الحركي يغذي 75 ليفه عضليه. الليف العصبي الحركي ده الوحده الوظيفيه، وال 75 وحده تركيبيه هم دول الليفه العضليه. طب نشوف بقى الوحده الحركيه مقارنه من 5 ل 75، من 5 ل 75 دي يعني 1 الى 15. غلط، يوجد 75 عصب حركي، ده قال لك وحده وظيفيه واحده، يبقى ده غلط. واللي فوق كمان غلط. عدد النهايات العصبية التي تغذي الوحدة التركيبية الواحدة 75 نهاية. عدد النهايات العصبية التي تغذي الوحدة التركيبية الواحدة، يعني أنا عشان أغذي وحدة تركيبية واحدة 75 نهاية عصبية؟ لا، احنا عارفين إن عدد النهايات العصبية بتساوي عدد الوحدات التركيبية، عدد الألياف العضلية. تمام، خش على السؤال اللي بعده. أيا مما يلي يدل على حدوث إجهاد لأحد العضلات الهيكلية، عضلة حصل لها إجهاد، والعضلات بيحصل لها إجهاد في إيه؟ في حالة نقص الأكسجين، فبلجأ إلى التنفس اللاهوائي. قال لك نقص استهلاك الجلوكوز الموجود بالدم، أنا محتاج جلوكوز كتير عشان أنا قاعد بطلع 2 اي تي بي بس، فعايز جلوكوز كتير، يبقى الإجابة دي غلط. سرعة أكسدة حمض اللاكتيك المتراكم في العضلة،
الحمد لله بيتأكسد في حالة التنفس الهوائي وفي حالة الراحة، في حالة الراحة يبقى دي غلط، واللي فوق دي كان غلط، فأنا محتاج الجلوكوز. سرعة استهلاك الجلايكوجين المختزن في العضل، قاعد بحول الجلايكوجين المخزن إلى جلوكوز عشان أكسده واستفيد منه. زيادة كمية الاي تي بي داخل العضلة، لا ده كمية الاي تي بي بقت 2 اي تي بي بس، بقت 2 اي تي بي بس لكل الجلوكوز عشان ده تنفس لا هوائي، مفيش دورة كريبس، مفيش سلسلة نقل الإلكترون. تمام، يبقى ده إجابة غلط. خش على السؤال اللي بعده. ادرس الرسم البياني الذي يوضح التغير في طول العضلة التوأمية أثناء المشي لنفس الشخص، نفس الشخص، حيث يعبر كل من ألف وب عن حالتين مختلفتين للعضلة التوأمية. بص يا سيدي، طول العضلة لما بيزيد كده ويقل بصورة كبيرة، يبقى أنا انقبض مني كذا وحدة حركية، انقبض مني كذا وحدة حركية، وأنا نفس الشخص، يبقى أكيد أنا بمشي مسافة أكبر. تمام، يبقى المسافة في الحالة ألف أكبر من الحالة ب، المسافة في الحالة ألف أكبر من الحالة ب. طب ليه مش مسافة متساوية؟ لأن الوحدة الحركية مكونة من مجموعة من الألياف العضلية، والألياف العضلية ده مش كله بينقبض بنفس الطريقة، مش كله بينقبض بنفس القوة، كل ما أنا هزود في مقدار المشي بتاعي كل ما هينقبض عدد أكبر من الوحدات الحركية الألياف العضلية. تمام؟ تمام، الحمد لله إن الجزء ده. خش على السؤال اللي بعده. بقول لك ادرس الرسم البياني الذي يوضح قوة نوعين من الدعامة في النبات ألف والدعامة من نوع ب. لا، بتوع الفيزياء كانوا قالوا لنا لما تلاقي كده خط موازي المحور السيني يبقى ده حاجة ثابتة، حاجة ثابتة. ومين كانت الدعامة الثابتة؟ الدعامة الثابتة كانت هي الدعامة التركيبية، تعتمد على ترسيب مواد، ترسيب مواد لا تزول، ترسيب مواد لا يزول، ما يترسب منها يبقى دائما. أما الدعامة الفسيولوجية هي اللي تعتمد على الفجوة العصارية وبتعتمد على الضغط الأسموزي، ساعات تنكمش وساعات تمتلئ، يبقى ألف دي الدعامة الفسيولوجية. شوف بقى الأسئلة كده، الدعامة ألف تعتمد على، قلت لك الدعامة ألف دي الفسيولوجية، ترسيب مواد لا. الدعامة ألف مؤقتة، بتعتمد على امتلاء على على الفجوه العصاريه والتركيز الميه، والدعامه به دائمه، حتى من الرسمه حتى، يعني حتى لو انا مش مذاكر وعارف، عارف كده المخططات دي به دائمه اهي، والالف هي المؤقته المتغيره. تمام، طبعا الدعامه الف تتناول جذور الخلايا فقط، لا دي الدعامه به هي اللي هي الدعامه التركيبيه اللي تتناول جذور الخلايا فقط. الدعامه الف تعمل على حمايه واكساب خلايا الصلابه، الدعامه الف تعمل على حمايه واكساب الخلايا الصلابه، لا ده كانت الدعامه ب، الدعامه التركيبيه، يبقى دول كانوا المفروض تبقى الاجابه بتاعتهم ب. خش على السؤال اللي بعده. عند حدوث اتزان لشخص ما اثناء التوقف المفاجئ للمترو، هو ايه المسؤول عن الاتزان؟ كانت قال لك اللي بيحافظ على وضع الجسم في وضع الجلوس والوقوف هو عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه، عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه، ودول انت بتحركهم بارادتك، فهي انقباض العضلات الاراديه، انقباض عضلات اراديه. تمام، خش على السؤال اللي بعده. وبينقبض في جزء من الثانيه بمساعده الجهاز السمبثاوي. تمام، عشان لو انت مش متخيل. شوف السؤال جميل ده، السؤال ده بقى بيجاوبه الطالب معاك. ما نوع نوعي المحفزات لنوعي غدد البنكرياس، القنويه واللا قنويه على الترتيب؟ والله غدد البنكرياس القنويه بتطلع انزيمات هاضمه، بتطلع انزيمات هاضمه. طب مين اللي كان مسؤول عن خروج الانزيمات الهاضمه؟ لو انت مذاكر كده هتلاقي ان كان فيه هرمونات بتفرز من الامعاء اللي هي الكوليستونين، الكوليستوكاينين والسكرتين، يحفزان البنكرياس على افراز سعراته الهاضمه، يبقى كانت هرمون. طب واللا قنويه؟ اللا قنويه دي اللي هي كان هرمونين، الانسولين والجلوكاجون، ودول بيعتمدوا على نسبه الجلوكوز في الدم، فتبقى هرموني وتركيز ماده معينه في الدم، هرموني وتركيز ماده معينه في الدم. تاني كده مع بعض، نقولها تاني. قال لك الغدد القنويه بتفرز انزيمات هاضمه، واللي كان مسؤول عن افراز الانزيمات الهاضمه هرمونات بتفرز من الامعاء فور وصول الغذاء من المعده الى الاثنى عشر. مين الهرمونات دي؟ هي السكرتين والكوليستوكاينين، السكرتين والكوليستوكاينين. تمام، يبقى مين اللي بيأثر فيهم؟ هرموني، اللي هم الهرمونين اللي قلت عليه. طب اللا قنويه بتطلع هرمونين بس، هم الانسولين والجلوكاجون دول معتمدين على ايه؟ معتمدين على نسبه الجلوكوز في الدم، يعني معتمدين على تركيز ماده معينه في الدم، وناخد بالنا. والسؤال ده كان تكه جدا. تمام، وبيجاوبه الطالب اللي فاهم وبياخد معاه مدرس بيفهم. الرسم يوضح الغده الدرقيه في الانسان. تمام، بقول لك ما الذي يدل على ان الرسم منظر لمنظر خلفي للغده؟ ظهور الغدد الجارات الدرقيه، لان الغدد الجارات الدرقيه في الوضع التشريحي بتاعها بتبقى موجوده خلف
في المنظر خلفي للغدة الدرقية posterior. تمام. الباقيين دول لا، لون فصين الأحمر. طب هي غدة تميل حويصلية تميل للون الأحمر، عدم اتصال الفصين، ظهور الحويصلات في فصي الغدة. لا، طب هي غدة حويصلية. تمام. نخش على السؤال اللي بعده. وعلى العموم الرسمة دي موجودة في كتاب المدرسة، الرسمة دي كده موجودة في كتاب المدرسة. خش على السؤال اللي بعده. ما الدور الذي قام به كلود بيرنر في مجال اكتشاف الهرمونات؟ والله كلود بيرنر ده كان راجل برنس كده، وقال لك درس وظائف الكبد، واعتبر ان الصفراء هو الافراز الخارجي، واعتبر ان العصار كده الصفراء، واعتبر ان السكر المخزن فيها هو الافراز الداخلي. طالما في افراز داخلي وفي افراز خارجي، يبقى هو كده اعتبر ان الكبد غده قنويه وغده لا قنويه، يبقى هو اعترف اعتبار الكبد غده مشتركه، اعتبار الكبد غده مشتركه. تمام، ده على كلامه اللي هو كان قاله في الاول. تمام. خش على السؤال اللي بعده. ادرس الجدول الذي امامك يوضح نتيجه تحليل لقياس تركيز هرمون الاكتيتش وهرمون الالدستيرون بالدم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبص كده على الاكتيتش، لقيت نسبته 1.5، وبقول لك المستوى الطبيعي بتاعه من 5.10 ل 2.5، يعني ده سليم. الالدستيرون لقيته 25. طب المستوى الطبيعي بتاعه من 5 ل 10. ده زياده، يبقى الالدستيرون ده زياده. طب الالدستيرون ده بيطلع منين؟ من قشره الغده الكظريه. طب الاكتيتش ده بيطلع منين؟ من الفص الامامي للغده النخاميه. طب الاكتيتش سليم لكن الالدستيرون هو اللي بايظ، يعني النخاميه سليمه لكن قشره الغده الكظريه هي اللي بايظه. يبقى في خلل في الغده النخاميه وقشره الغده الكظريه. لا 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 لا، واحده فيهم بس اللي فيها خلل. الغده النخاميه اتعملت بشكل طبيعي مع تورم. تورم دي انتفخت قشره الغده الكظريه فطلعت هرمونات زياده عن اللزوم. طب كده الغدتان تعمل بشكل طبيعي؟ لو كل الغدتان تعمل بشكل طبيعي ما كانش هيبقى المستوى 25. استجابه قشره الغده الكظريه لنشاط الغده النخاميه الزائده؟ لا، ان الغده النخاميه نشاطها مش زائد، نشاطها طبيعي، نشاطها طبيعي، نشاطها طبيعي، نشاطها طبيعي. تمام. طب طبعا بقى لو انت طالب لماح تقول لي كده التركيز ده بيقدر بوحده ايه؟ سيبك كده 5 ثواني تفكر. بيقدر بالمايكروجرام، ما تنساش مكتوبه تقدر بوحدات صغيره بالمايكروجرام. ممكن يجي لك برده سؤال. خش على السؤال بقى. قام احد الباحثين بقياس تغير في طول ساق نبات ينمو في ظروف مناسبه قبل وبعد ازاله القمه الناميه. ما الرسم البياني الذي يعبر عن النتائج اثناء هذه التجربه؟ هي القمة النامية دي كانت بتطلع ايه؟ القمة النامية دي كانت بتفرز الأوكسينات المسؤولة عن نمو النباتات، صح. البراعم النامية والقمة النامية. طب أنا نزلت القمة النامية، هل أنا نمو؟ لا مش أنا. يبقى أنا قبل كنت بنمو، طب بعد الإزالة هقل، فهتبقى هو ده الشكل، تمام؟ ده الشكل الصحيح. يبقى هو ده الإجابة الصح، تمام؟ تمام. يبقى منطقة القمة النامية دي منطقة الاستقبال، ودي اللي كانت بتفرز، دي كانت اللي بتفرز أندول حمض الخليك اللي هو أبسط أنواع الأوكسينات. خش على السؤال اللي بعده. الرسم البياني يوضح العلاقة بين تغير في نشاط أحد الهرمونات والعملية الحيوية. الهرمون ده كل ما يزيد العملية الحيوية دي بتقل. أديك مثال. لو أنا قلت لك إن ده مثلا ده تصنيع الجلايكوجين، ده تصنيع جلايكوجين، والهرمون ده لما الهرمون ده جلوكاجون، كل ما هرمون الجلوكاجون يزيد كل ما تصنيع جلايكوجين يقل، عشان انا بكسر جلايكوجين مش هصنع جلايكوجين. يبقى انا كده عملت ايه في العمليه مثلا بتاعه تصنيع جلايكوجين؟ انا عملت تثبيط للعمليه دي، عملت تثبيط للعمليه دي، فهو ده هرمون من النوع المثبط لعمليه تصنيع جلايكوجين، لكنه محفز لعمليه تكسير الجلايكوجين. تمام؟ يا رب تكون فاهم الفرق بين اللي انا قلته. خش على السؤال بعده. خش بقى اسئله التخصص. في دراسه لنوعين A و B من الكائنات الحيه باحد الغابات تم الحصول على النتائج وتم تمثيلها بيانيا. بص الزمن عدد الافراد، اعداد الافراد عماله بتزيد، يبقى انا بعمل تقاصر عشان احافظ على بقاء النوع بتاعي. تمام، واستمرار النوع وزياده عدد الافراد. طب ده اعداد الافراد عماله تقل، يبقى انا ما بتقصرش، يبقى انا المخاطر حواليا كتير. ما الذي يميز النوع A عن النوع B؟ الظروف غير مناسبه لاستمرار بقاء النوع. يا عم ده بقول لك الظروف مناسبه وقاعد بتتكاثر. النوع B يسعى لتأمين بقاء أفراد نوعه، يا عم ده ما بيتكاثرش، ده عمال يقل. النوع B ينتج نسلا أكبر، يا عم ده ما بينتجش حاجة. الظروف مناسبة لاستمرار بقاء النوع إيه؟ الظروف مناسبة، وقال لك إن حدوث عملية التكاثر دليل على الظروف المناسبة.
وقال لك ان الظروف الغير مناسبه ادت الى انقراض بعض الانواع مثل الديناصورات التي اصبحت موجوده في السجل التاريخي الجيولوجي. سؤال سهل جدا مباشر، معظم الاسئله من النوع المباشر المعتمده على طالب فاهم وبياخد مع مدرس بيفهمه وبيحفظ بعض الحاجات البسيطه اللي تساعده، تمام؟ وده ما ينكرش دور الفهم وينكر دور برضه الحفظ عشان تبقى سريع وتعرف تجاوب، ما تقعدش تدور في الكتاب كده ويضيع لك وقتك. خش كده مع بعض على السؤال اللي بعده. ما السبب في وضع أنثى السلاحف المائية ما يقرب من 200 بيضة بينما أنثى السلاحف الصحراوية تضع 30 بيضة؟ قال لك طريقة التغذية ولا نوع التكاثر ولا حجم المخاطر ولا نوع الحركة؟ قال لك هتبقى حجم المخاطر، هتبقى حجم المخاطر. ليه؟ أنا ليه أضع 200 بيضة؟ ليه كسلحفة أضع 200 بيضة؟ قال لك عشان في مخاطر كتير في المية زي التيارات المائية ممكن تطير بعض أنواع البيض ده وبعض هو اللي يتكاثر، لكن أنا في الصحراء مفيش تيارات مائية فأضع 30 بيضة، تمام؟ هتبقى حجم المخاطر. سؤال بيعتمد على الفهم. خش على السؤال اللي بعده. ما وجه الاختلاف بين الاقتران السلمي في الاسبروجيرا والتكاثر في الاسماك العظميه؟ طبعا التكاثر في الاسماك العظميه عن طريق البيض. تكوين اللاقحه، ده بيكون لاقحه، ده بيكون لاقحه. الظروف المحيطه، طبعا الاقتران السلمي يحدث في الظروف الغير مناسبه، اما التكاثر في الاسماك العظميه بيحصل في الميه لما تبقى الظروف مناسبه. طب نوع التكاثر، ده جنسي وده جنسي. عدد الافراد المشاركه فيه، ده الدكتوران السلمي محتاج اثنين، محتاج خيطين، والتكاثر في الاسماك العظميه محتاج اثنين برضه. يلقي كل من الذكر والانثى ببيضهما في الماء، الدكتوران السلمي محتاج خيطين، تبقى الاجابه الظروف المحيطه، لان الاسبروجيرا بيبقى محتاج بيتكاثر جنسيا في الظروف غير المناسبه، يبقى الظروف غير المناسبه. نخش بقى على السؤال اللي بعده. وده سؤال سهل جدا فمحتاجك تكون شاطر ولماح. ما أطول فترة زمنية بين انقسامين متتاليين في الخلايا التالية في الإنسان؟ أطول فترة زمنية بين انقسامين متتاليين في الخلايا التالية في الإنسان. الخلايا البيضية الثانوية والبيضة الناضجة، خلايا بيضية أولية وخلية بيضية ثانوية، خلية جرثومية أمية وأمهات البيض، خلية أمهات البيض وخلية بيضية أولية. لو أنت طالب هتقول أما أشوف كده كلهم ورا بعض ولا لأ، هتلاقي ان الخليه البيضيه الثانويه بتدي بيضه ناضجه، خليه بيضيه اوليه تدي خليه بيضيه ثانويه على طول، خليه جرثوميه اميه تدي امهات البيض، خليه امهات البيض وخليه بيضيه اوليه تحصل ورا بعض برضه، يبقى مش في الترتيب كلهم دي يعني ده مثلا لو ده اول انقسام ده ثاني انقسام على طول بعد، يعني هو ما بين بعض. يبقى اطول فتره زمنيه اقعد افكر. لو انت طالب بقى شغلت دماغك هتكتشف ان الخليه ان البيضه الناضجه دي تتكون انقسام مشروط في حالة دخول حيوان منوي فقط، في حال دخول حيوان منوي فقط، في حال دخول حيوان منوي فقط، هتبقى الخلايا البيضية الثانوية مع البويضة الناضجة. يبقى أنا بدي بويضة ناضجة وأقعد شوية، لو في حيوان منوي دخل هنقسم، طب ما فيش حيوان منوي دخل مش هنقسم، طب الحيوان المنوي ده بيعيش قد إيه؟ بيعيش من يومين لثلاث أيام، والبويضة دي بتتحرر منه، والبويضة اللي هي الخلية البيضية الثانوية دي بتتحرر وبتبقى صالحه لمده يوم او يومين، بتقعد لمده يومين من يوم ليومين مستنيه هل هيجي حيوان منوي ولا لا؟ لو جه حيوان منوي مثلا في اليوم الثاني انقسم وادي بويضه ناضجه، ما جاش مش هنقسم، لكن كل الانقسامات دي بتحصل ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها على طول. اتمنى الفكره تكون واضحه في دماغك وايه معنى كلمه الانقسام المشروط والكلام ده. تمام، جه سؤال جميل برضو. ادرس الرسم الذي يبين بعض مراحل تطور الزيجوت. ادي خليه واحده، خليتين، اربع خلايا، دول 16 خليه اللي هم اسمهم التوتيه. ما موقع كتله الخلايا ج؟ ج دي اللي هي التوتيه داخل الجهاز التناسلي الانثوي. علم كده، علم 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 كده. قبل نهايه الاسبوع الاول من الاخصاب. هل في الثلث الاول من قناه فالوب؟ ده كان في الاول، كان في بدايه الاخصاب. هل في الثلث الثاني من قناه فالوب؟ لا، دي بتقعد تتمشى. هل في نهايه قناه فالوب ولا في بطانه الرحم؟ بص، هو قال قبل نهايه الاسبوع، هي في نهايه الاسبوع بتبقى منغمسه في بطانه الرحم ويحدث الحمل، لكن قبل نهايه الاسبوع بتبقى في نهايه قناه فالوب، بتبقى في نهايه قناه فالوب. فنركز مع بعض والاسئله بتعتمد على تركيزك وفهمك. تمام، خش على السؤال اللي بعده. كيف يمكن التاكد من نوع التوأم داخل رحم الام في الشهر الرابع من الحمل؟ في الشهر الرابع من الحمل وبص على المشيمه، هل هم ليهم مشيمه مشتركه ولا لا؟ هل لو هم ليهم مشيمه واحده مشتركه يبقى ده توأم متماثل، لو هم ليهم مشيمتين مختلفتين يبقى دول مش توأم متماثل، ده هيبقى توأم متآخي. تمام، والكيس الجنيني غلط، الكيس الجنيني مش دليل. تمام، اجرت سيده عمليه تحقيم جراحي بربط قناتي فالوب وبعد فتره تمكنت من انجاب طفل. قال لك عملت ايه؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ هي استخدمت تقنيه اطفال الانابيب، ودي بتعتمد على ايه؟
قال لك كده، مكتوبه كده نصا في كتاب المدرسه: تستخدم هذه التقنيه في حاله مراه تعاني من انسداد قناه فالوب، عقم المراه الناتج عن انسداد قناه فالوب. تمام، يبقى دي مذكوره نص. طب تعالى نشوف الباقي بقى. فلوس الحمل طبيعيا، هيحدث الحمل طبيعيا ازاي وفي الثلث الاول من قناه فالوب مقفول؟ اعتماد على زراعه الانويه، زراعه الانويه يعمل نجيب تيم مع فيران وحاجات وضفادع وكده. امكانيه اعاده فتح قناه فالوب، يعني ده كان بيقول لك بعد فتره، بعد فتره تمكنت من انجاب طفل، بعد فتره تمكنت من الانجاب خلاص. تمام، زائد ان امكانيه اعاده فتح قناتي فالوب ده، دي عمليه ممكن ما تنجحش، هتاخد فتره، الله اعلم. تمام، اه السؤال ده جميل جدا. اي الاشكال السابقه يوضح الدور الرئيسي للتركيب المشار اليه بالسهم؟ اولا انا مش عارف ايه التركيب المشار اليه في السهم ده. الراجل جايب لك ثمره باذنجان، وثمره الباذنجان كانت بتحتفظ بجزء الكأس. تمام، يعني انت، وده الجزء المحيط الخارجي للزهره، المحيط الخارجي للزهره. طب هو المحيط الخارجي ده كان اهميته ايه؟ حمايه الاجزاء الداخليه للزهره، المحيطات الزهريه من الجفاف والرياح والامطار. مين من دول عامل حمايه؟ هو اللي موجود في رقم 2، هو اللي موجود في رقم 2. يبقى الدور الرئيسي للتركيب المشار اليه بالسهم هتبقى 2. تمام، خش على السؤال اللي بعده. تأخر زوجان في عملية الإنجاب، وعند إجراء مجموعة من الفحوصات للزوجة تبين موت الحيوانات المنوية قبل خروجهما من الجسم لعدم حصولهما على المواد الغذائية. أي الأجزاء جهاز التناسل الذكري مسؤول عن هذه المشكلة؟ المسؤول عن هذه المشكلة هو خلايا سيرتولي، تعمل على تغذية الحيوانات المنوية داخل الخصية، ما غذتهمش كويس. خش على، والحويصلتان المنويتان كانت تبقى أجمل كمان. ادرس الشكل الذي امامك والذي يوضح احد التقنيات الحديثه للتكاثر الصناعي في النبات ثم حدث. طبعا دي عمليه زراعه الانسجه. ما الغرض الاساسي؟ الله، بص كده كلمه الاساسي. انتاج افراد تحمل صفات جديده، يا عم دي بتطلع شبه الام، يعني بتطلع شبه النبات اللي انا زرعته. انتاج افراد تشبه الفرد الابوي تماما، طب علم كده عليها. زياده طول النبات، علم كده عليها. حل مشكله الغذاء، هل انا عايز انتج افراد تشبه الفرد الابوي تماما؟ طب انا ممكن استخدم اي طريقه تانية للتكاثر. طب انا ممكن اعمل اسيبهم النبات يتكاثر بالتلقيح اللي هو عن طريق حبوب اللقاح وكده. انا ايه بقى اهميه زراعه الانسجه؟ ايه غرض الاساسي؟ هو حل مشكله الغذاء، حل مشكله الغذاء. قال لك ايه الغرض الاساسي؟ تمام، خش على السؤال اللي بعده. ادرس الشكل التخطيطي الذي يعبر عن دورة حياة ديدان البلهارسيا المتطفلة ثم حدث. بص يا سيدي، الكائنات دي عاملة زي مين؟ عاملة زي البلازموديوم، عاملة زي بلازموديوم الملاريا، بتعمل دورة حياة زي مين كمان؟ زي الفجير وزي نبات كزبرة البئر. تمام؟ قال لك السيركاريا، ودي بتخترق جسم الإنسان وبيحصل بيه تكاثر جنسي. يتكون بيض يخرج إلى الماء ميراسيديوم، ده بيتجه لأحد أنواع القواقع يحدث بيه التكاثر اللاجنسي. دي ظاهرة تعاقب الأجيال، حتى لو أنا مش عارف إن البلهارسيا بتتكاثر بتعاقب الأجيال هفهم من الرسمة. في نفس دورة الحياة بتكاثر جنسي ولا جنسي. طب أنا عملت الكلام ده ليه بقى؟ قال لك لزيادة أعداد الأفراد والتنوع الوراثي. طب أنا عرفت منين الإجابة دي؟ زيادة عدد، قال لك جبت زيادة عدد الأفراد من التكاثر اللاجنسي، وجبت تنوع وراثي من التكاثر الجنسي. طب تعال نشوف بقى، زيادة عدد الأفراد والتكلفة البيولوجية، أنا هزود التكلفة البيولوجية؟ لا طبعا، دي غلط. ثبات الصفه الوراثيه وموافقه الظروف، ثبات الصفه الوراثيه مش هتخليني اواجه الظروف الغير مناسبه. قال لك نقص التكلفه البيولوجيه وعدم التكيف مع التغيرات البيئيه، انا عايز عدم اتكيف؟ لا ده انا عايز اتكيف مع التغيرات البيئيه، انا عاوز اجمع ما بين صفات التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي باستخدام تعاقب الاجيال. تمام؟ وان شاء الله السنه الجايه لما تخش الكليه هتاخد ان السيركاريا دي هي اسمها السيركاريا فعلا، وده الطول اللي بيخترق، والميراسيديوم ده هتاخد الميراسيديوم كده ان شاء الله. خش على اللي بعده. ادرس الرسم التخطيطي الذي يعبر عن مراحل تكوين بويضه لنبات الفول. خليه جرثوميه، اثنين نون، حصل لها ايه؟ ادت 4 خلايا تتحلل 3 وتبقى واحده، تنمو بسرعه، تكون الكيس الجنيني، وبعد كده يحصل 3 انقسامات ميتوزيه متتاليه. تمام، ما الذي يعبر عنه ايه؟ ايه هو انقسام ميوزي؟ ايه هو انقسام ميوزي؟ لو انت مذاكر كويس، ويفضل تبقى مذاكر كويس عشان تعرف تجاوب، ما تعرفش بعد تروح تبص في الكتاب ومش عارف ايه. قال لك انقسام ميوزي. طب انا كونت كام خليه؟ كونت 8. طب مين الثمانيه دول؟ قال لك 4 و4 عند كل جانب يطلع واحده، واحده من كل قطب اسمهم النواتان القطبيتان. 3 يكونون الخلايا السمتيه، 2 يكونون لي خليتان مساعده، واحده تبقى اسمها خليه البيضه، تبقى قريبه من فتحه النقير. تمام، خليك سريع وجاوب بسرعه. طالب المذاكر وحافظ حاجات بقى وعارف الاحداث ومجمعها في دماغه هيعرف يجاوب. انا الحمد لله كليه الطب وما فتحتش المنهج بقالي فتره، بس الحمد لله كنت فاهم معظم الحاجات دي. تمام، فالحفظ البسيط هيساعدك مع فهم.
ما الثمرة التي تختلف في نوعها عن باقي الثمار؟ الإجابة هتبقى ثمرة التفاح، الثمرة الكاذبة يتشحن فيها جزء غير المبيض بالغذاء، مثل التخت، مثل ثمرة التفاح التي يتشحن فيها التخت والذي يؤكل. خش على السؤال اللي بعده. قامت امرأة حامل في توأم في الشهر الثاني بعمل أشعة تلفزيونية سونار لمعرفة نوع الجنين، فأخبرها الطبيب بأنها حامل في طفلين ذكرين. في ضوء ذلك، حدد ما سبب تكوين حالة التوأم لدى المرأة. والله لو انت مذاكر تبقى عارف انها نتيجه عن تفلج البويضه المخصبه، يبقى انقسام بويضه مخصبه واحده بحيوان منوي واحد، صح؟ في مرحله التفلج البويضه ده تدي الزيجوت يعني المخصب يدي اثنين، الزيجوت المخصب يدي اثنين، وهم دول المسؤول عن تكوين التوأم المتناسل. تعالى بقى نفصل لك كمان اهو بيضه، هذا بيطلعوا شبه بعض عشان هم جايين من البويضه المخصبه. طب انقسام بويضه مخصبه بحيوانين منويين، ده هيحصل تضاعف صبغي 3 نون، وده مميت وقال لك يسبب اجهاض الاجنه. 3 نون ده تضاعف مميت. طب اخصاب بويضتين بحيوانين منويين مختلفين في الصبغ الجنسي، يعني واحد اكس وواحد واي، ما كانش هيطلع طفلين ذكرين، كان هيطلع واحد ذكر وواحد انثى. اخصاب بويضه بحيوانين منويين لهما نفس الصبغ الجنسي بويضه واحده برضه، يبقى 3 نون. دخلتنا في قصه 3 نون، تضاعف مميت وبسبب اجهاض الاجنه. الرسم يوضح احد اليات عمل الاجسام المضاده. بص يا سيدي، عمل الاجسام المضاده، ادي الجسم المضاد راح لزق، راح يمسك بالانتيجين، تمام، راح مسك في الانتيجين حلق عليه، وبعد ما حلق عليه قام نادى على المكملات، وبعد ما كمل قصدي نادى عليها، وبعد كده الخليه جت ماشي مكملات، وبعد كده نادى على الجزء دي ده اللي هو المكملات، وبعد كده دخل فيه خليه بلعاميه، الخليه البلعاميه دي باستخدام الاقدام الكاذبه ابتلعته وهتدمره وتفتته. تعالى بقى اما نشوف كده، بيقول لك ما اهم ما يميز هذه الاليه عن غيرها من الات عمل الاجسام المضاده؟ هل هي دي التلازم بتاعه الجسم المضاد اي جي ام؟ لا، ده جسم مضاد واحد. طب هل ده مركب سائل وهيترسب بطريقه الترسيب؟ قال لك لا. هل دي طريقه التعادل اللي بستخدمها مع الفيروسات؟ قال لك لا. هل دي التفاعل مع السموم وابطال مفعولها؟ لا. يبقى دي طريقه التحلل، وكمان انا شرحت لك هي جت منين، وقلت لك لو انت حتى مش عارف طريقه التحلل دي بتتعمل ازاي بالاستبعاد اهو. ما اهم ما يميز هذه الاليه من غيرها؟ تحتاج وجود المتممات. تحتاج وجود المتممات، تمام. طب تعال نشوف بقى، يقتصر حدوثها على نوع واحد من الاجسام المضاده؟ لا، اي نوع من الاجسام المضاده ممكن يشارك في الطريقه دي، تمام. لا تحتاج لدور الخلايا البلعاميه الكبيره. طب امال اللي ابتلعت ودمرت ده مين دي؟ دي الخلايا البلعاميه الكبيره. يعتمد حدوثها على طريقه الانتيجين؟ لا يا عم، اي انتيجين هحلله، تمام. ودي يعلمون طريقه التحلل واسمها اوزبونيزيشن. لو انت عاوز استنى مكتوب لك اسمها، لو انت عايز كمان تعرف عليها زياده عن اللزوم، اسمها اوزبونيزيشن. اوزبونيزيشن دي لو انت عاوز تشوف صورها وتشوف العمليه دي مثلا في فيديو انيميشن على اليوتيوب، تمام. وجسم مضاد ده بيبقى اسمه اوزبونيون. ادرس الجدول الذي امامك يوضح نتيجه تحليل الدم لاحد الاشخاص ثم حدد. بص يا سيدي بقى، نوع الخلايا نتيجه التحليل، والله المعدل الطبيعي من 20 ل 30 لقيتها 50 تي اتش زايده. طب التي سي بيقول لك من 30 ل 40 ده المستوى الطبيعي بتاعها، لقيتها 30 مستوى طبيعي عادي. الخلايا الباقيه بيقول لك من 5 ل 10 لقيتها 20، اوبا بابا زياده. الان كي بيقول لك من 1 ل 3 لقيتها 2 مستوى طبيعي، يبقى بي وتي اتش زايده عن اللزوم. طب تمام، يبقى نوع المناعه المنشطه في هذا الشخص ايه؟ خلايا بائيه بالاجسام المضاده وبمساعده خلايا تي اتش، يبقى دي مناعه خلطيه، مناعه خلطيه. لو خلويه يا عم ده تي سي في مستوى طبيعي. طب موروثه؟ لا، الموروثه دي الطبيعيه اساسا. طب الغير متخصصه؟ الغير متخصصه دي مناعه متخصصه، المناعه الخلطيه دي ضد الانتيجينات، نوع معين من الانتيجينات، تمام. غير متخصصه هي الموروثه دي الطبيعيه، ودي اجابه غلط. طب الخلويه غلط ليه؟ عشان التي سي مستواها طبيعي، وسؤال سؤال مباشر. لو انت عارف انواع المناعه الخلطيه، عارف ان عارف يعني مين اللي بيشارك في المناعه الخلطيه ومين اللي بيشارك في المناعه الخلويه، ومذاكر كويس. الله الله. اي مما يلي يحدث اثناء حدوث الاستجابه بالالتهاب؟ اي مما يلي يحدث اثناء حدوث افراز مواد تقلل امداد الدواء في منطقه الاصابه؟ يا عم ده كان بيقول لك السماح للتوسع الوعاء الدموي والسماح بنفاذ المواد القاتله والمذيبه للبكتيريا. ده انا بزود الدم يا عم في المنطقه دي، احمر. زياده نشاط الخلايا قال لك بالتورم في مكان الاصابه. زياده نشاط الخلايا البلعاميه، الخلايا البلعاميه تبدا تزيد، عاوز تبتلع، عاوز تاكل. الممرضات زادت انتاج كرات الدم البيضاء في نخاع العظام. انا محتاج انا ازود كرات الدم البيضاء ليه؟ انا محتاج دلوقتي اشتغل. افراز الانترفيرونات من الخلايا، لا مش من الخلايا الصاريه، الخلايا الصاريه تطلع لي هيستامين، ما تطلعليش انترفيرونات. زادت انتاج كرات الدم البيضاء في نخاع العظام،
دي لسه عم تجيلي. لا انا عاوز، انا عاوز هتجيلي على طول تبقى جاهزه معايا، وهتبقى زياده نشاط الخلايا البلعميه. تمام، خش على السؤال اللي بعده. اصيب شخص بمرض فيروسي يؤدي الى تكسير احد انواع خلايا الدم البيضاء عند اجراء تحليل عينات لهذا الدم، ظهرت النتائج. بيقول لك الميستامين لقيتها مستوى طبيعي، الام اتش سي مستوى طبيعي، يعني 15 ل 30 ل 20 ما بين السي دي 4، السي دي 4 بقت 10 مستوى طبيعي، من 20 ل 40، السي دي 8 لا مستوى طبيعي. يبقى ما الخلايا التي اثرت؟ الخلايا اللي عندها المستقبل المناعي سي دي 4. مين اللي عنده سي دي 4؟ لو انت مذاكر هتجاوبها تي اتش. تمام، يبقى انت كده طالب حافظ وفاهم. خش على السؤال اللي بعده. آمن مالي لا يعتبر من مكونات الجهاز المناعي في الانسان، مين من دول مش من مكونات؟ الاجسام المضاده يا عم تبعنا يا عم، المتممات تبعنا يا عم، الانترفيرونات تبعنا يا عم، الانتيجينات. لا دي الغريبه عننا، دي اللي بتبع الكائن الممرض، الانتيجينات ده المستضاد، ده بتبقى تبع الكائن الممرض مش تبع الجهاز المناعي. تمام، ده سؤال جميل جدا يعني. ما الدور المناعي الذي تقوم به الخلايا المصابه بالفيروس ذات المحتوى الجيني ار ان ايه اللي بيبقى عندها انزيم النسخ العكسي وداخل جسم الانسان؟ قال لك الخلايا المصابه بالفيروس بتطلع انترفيرونات، ادور كده على انترفيرونات ما الاقيش، بس بيقول لك افراز مواد بروتينيه منبهه للخلايا الخلايا السليمه المجاوره، بتحث الخلايا السليمه المجاوره على افراز مواد تثبط عمل انزيم النسخ العكسي للفيروسات. المواد البروتينيه هي الانترفيرونات. تمام، طب افراز انزيمات تقتل مسببات المرض؟ لا. انتاج مواد كيميائيه سامه للكائن الممرض؟ لا. تحفز الخلايا البائيه البلازميه؟ الخلايا البائيه البلازميه ما كانتش بتروح على الفيروسات، لان الفيروسات كانت داخل الخليه والاجسام المضاده بتبقى خارج الخليه، كانت موجوده في التعليله في المدرسه. خش على اللي بعده. اي الخلايا الاتيه لا يحدث زياده في عددها عند شخص ما اصيب بالسرطان؟ بص يا سيدي، القاتله الطبيعيه كانت بتهاج، القاتله السامه اللي هي تي سي كانت بتهاج القاتله الطبيعيه دي، لان الخلايا البائيه مش عارف هي المساعده كانت بتنشط القاتله السامه والقاتله الطبيعيه، فالاجابه هتبقى بالاستبعاد الخلايا البائيه، زائد ان الفيروسات توجد داخل الخلايا والخلايا البائيه تنتج اجسام مضاده لا تستطيع العبور عبر اغشيه الخلايا والنفاذ الى داخلها، فهي تهاجم خارج الخلايا وليس داخل الخلايا، زائد ان الاجسام المضاده داخل جسم الانسان ليس لها دور فعال في القضاء على السرطان، هي دي الوحيده اللي ما تنفعش. ما المادة التي يعتبر إفرازها دليل على التكامل بين المناعة الخلطية والخلوية معا؟ الإجابة هي السيتوكينات. السيتوكينات بتحفز الخلايا البائية وتحفز الخلايا القاتلة الطبيعية وتحفز الخلايا القاتل، أول حاجة بتجذب الخلايا الليمفاوية بعد غفيرة نحو موقع الإصابة وتنشطها، وتنشط الخلايا التائية كمان، وتنشط الخلايا التائية المساعدة. تمام، فالإجابة هتبقى السيتوكينات. خش على السؤال بعده. تقوم بعض انواع من الفاصوليا المقاومه للفطريات بتكوين ماده تمنع انبات الجراثيم، تمنع انباتها، تمنع نموها. اي الالات المناعيه تنتمي اليها هذه الماده؟ هي الفينولات والجلوكوزيتات. الفينولات والجلوكوزيتات تثبط نمو البكتيريا، تقتل البكتيريا او تثبط نموها، بتمنع انباتها يعني تثبط نموها. اما الاحماض الامينيه غير البروتينيه، الاحماض الامينيه غير البروتينيه تقتل، بتقتل. طب المستقبلات بتحفز وتنشط دفاعات النباتات. الانزيمات نزع السموم بتتعامل مع السموم، انا عايز اقتل، عايز اثبط الفطر. تمام، خش على السؤال اللي بعده. ادرس الشكل الذي امامك والذي يوضح تركيب احد انواع الاجسام المضاده ثم حدد. ادي جسم مضاد يا عم اهو. اي المناطق بها رابطه مختلفه عن الرابط الاخرى في هذا الجزء؟ اولا الجزء ده جزء بروتيني طبعا من البروتينات التنظيميه، مكون من مجموعه من الاحماض الامينيه بينها روابط بيبتيديه، روابط بيبتيديه، روابط بيبتيديه بينها وبين بعضها، روابط بيبتيديه بينها وبين بعضها. تمام، تمام. أمال مين اللي مختلف شوية؟ المختلف هي الرابطة رقم أربعة اللي هي الرابطة الكبريتيدية، الرابطة الكبريتيدية، الرابطة أربعة دي رابطة كبريتيدية. خش على السؤال رقم 39. أي الخواص التالية تدل على درجة تعقيد الكائن الحي ودرجة تطوره؟ بتعتمد على كمية البروتين المتكونة في خلاياه، كمية البروتين المتكونة، كل ما بكون بروتين أكتر يبقى أنا إنسان، يبقى أنا كائن معقد أكتر زي الإنسان. امال كميه الدي ان ايه؟ لا 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 لا، ده اكتر دليل على ده، السلندر اللي بيحتوي على كميه دي 30 مره قد الانسان، ومع ذلك كميه البروتين اللي بيطلعها قليله. عدد انواع الاحماض الامينيه في خلايا؟ لا يا سيدي انا عايز كميه البروتين. طب انت ممكن يبقى عندك 20 نوع وما بتكونش احماض كتير. تعدد انواع الاحماض الريبوزيه الار ان ايه؟ تعدد انواع الاحماض الريبوزيه الار ان ايه؟ طب كل الكائنات اللي بتكون بروتين عندها 3 انواع. خش على السؤال اللي بعده. في احدى خلايا الكائن الحي حدث تغير في الدي ان ايه وبعد نسخ ام ار ان ايه من احد الشريطين،
بدأت عملية الترجمة ثم توقفت عند منتصف جزيء الـ mRNA. ما تفسيرك؟ فقدت قواعد مختلفة في أوقات مختلفة. لو في أوقات قواعد مختلفة في أوقات مختلفة كنت هعرف أصلح بإنزيمات الربط. فقدت قاعدة بيورينية من أحد شريطي عرف كنت عارف أصلحها. يفقد كل يوم حوالي 5000 وبعرف أصلحها. فقدت قاعدتين متقابلتين في نفس الوقت. في نفس الوقت، أصل شرط الإصلاح وجود نسختين متطابقتين، على وجود نسختين، نسخة على كل شريط عشان تدل واحدة منهم على التانية. يعني مثلا أنا فقدت، أنا معايا شريطة واحدة فيها إيه وواحدة فيها تي. لو أنا فقدت التي هعرف من إن اللي قصادها كان تي، ولو أنا فقدت التي هعرف إن هعرف إن اللي من إيه إن اللي كان قصادها تي. لكن لو فقدت قاعدتين في نفس الوقت أنا مش هعرف، أنا مش هشم على ظهر إيدي. فقدت قاعدتين متقابلتين في أوقات مختلفة كنت عرفت أصلحه. خش على كده، معانا فاضل 10 أسئلة. خش على السؤال اللي بعده. ادرس الرسم التخطيط الذي يوضح مجموعة من الجينات على زوج من الكروموسومات المتماثلة أثناء تكوين الأمشاج ثم الثدي. ما النتيجة المترتبة على هذه الحالة؟ أولاً انفصال جزء من الصبغي أو زيادة جزء من الصبغي، ده يؤدي إلى طفرة صبغية، يؤدي إلى طفرة صبغية. طب والجين A هنا بقى موجود بنسختين، يبقى يزداد تأثير الجين A، يزداد تأثير الجين A. بقى موجود مرتين، يزداد تأثير الجين A. خش على السؤال اللي بعده. إذا علمت أن نسبة الصايمين، السؤال ده جميل جدا ومعظم الطلبة غلطت فيه. إذا علمت أن نسبة الصايمين على أحد أشرطة الدي إن إيه 27%، ما هي نسبة الأدينين على نفس الشريط؟ بيقول لك على نفس الشريط، غير معروفة، أنا مش عارف. أنا أعرف على الشريط اللي قصادها، لو دي 20 يبقى اللي قصادها 20، لكن بيقول لك على نفس الشريط، على نفس الشريط، على نفس الشريط، فالإجابة هتبقى غير معروفة. ما الذي يميز دي ان ايه في حقيقيات النواه؟ ايه الميزه اللي موجوده في حقيقيات النواه؟ ان الدي ان ايه يوجد على شكل نيوكلوسومات، نيوكلوسومات يعني معاها بروتينات هيستونيه. خش على السؤال اللي بعده. ما النتيجه المترتبه على استخدام الانسان لمواد مشعه او مركبات كيميائيه في معالجه خلايا النبات والفطريات لانتاج كميات اكبر من البروتين؟ تكرار الجينات بسبب زيادة عدد الكروموسومات اللي هو التضاعف الصبغي، التضاعف الصبغي بيقول لك أن الجين يصبح موجود بنسخة أكبر اللي هو تضاعف 2 نون، 3 نون، 4 نون، 8 نون اللي موجودة في السوق. تمام، والطفرة المستحدثة كمان. خش على السؤال 45 اللي محتاج طالب مركز. أنت لو طالب كده مركز هتبقى عارف إن دي قاعدة نيتروجينية، ده واحد، دي ذرة الكربون الأولى، دي ذرة الكربون رقم 2، دي ذرة الكربون رقم 3. رقم 3. ما الذي يشير إليه الرمزين سين وصاد على الترتيب؟ سين، سين دي عند ذرة الكربون رقم 3، يبقى دي مجموعة الهيدروكسين. طب صاد، صاد دي قاعدة نيتروجينية. زائد بقى لو أنت مركز بقى معانا كده هتبقى شايف إن ده سكر ريبوز، يعني ده جزيء ار ان ايه. جزيء ار ان ايه يعني مفهوش صايمين، جزيء ار ان ايه يعني مفهوش صايمين. بص بقى كده على الاختيارات، هلاقي ان س ده هيدروكسيل عن ذره الكربون رقم 3، عن ذره الكربون رقم 3، فالاجابه هتبقى هيدروكسيل، هيدروكسيل وسيتوزين، هيدروكسيل وسيتوزين، هيدروكسيل وسيتوزين. تمام، ده جزء ار ان ايه، ما ينفعش اقول صايمين عشان ده جزء ار ان ايه. عرفت منين؟ من سكر الريبوز. تمام، طب ليه اخترت هيدروكسيل؟ عشان دي كانت ذره الكربون رقم 3، ادي ذره الكربون الاولى اللي مرتبطه بالقاعده النيتروجينيه، ادي 1 2 3 4 ودي 5، ذره الكربون رقم 5 اللي عند مجموعه الفوسفات، عندي مجموعه الفوسفات. الإجابة قلنا هيدروكسيل وسيتوزين. خش على السؤال اللي بعده. جدول يوضح شفرة بناء بعض، السؤال ده كان، لا مش ده، مش اللي بعده، بعده أو اللي بعده بعده. جدول يوضح شفرة بناء، شفرة بناء أحماض بعض الأحماض الأمينية المختلفة. تمام، وإذا كان تتابع النيوكليوتيدات على أحد أشرطة الـ إيه إن إيه، أنا ماليش دعوة بالتتابع ده، أنا راح أشتغل كده وأجيب الـ إم آر إن إيه عشان أعرف إيه، يبقى كلامنا كده واضح ونعرف نحل. نكتب كده، أدي التي إي سي، ابدا كده بقولون الوقت اي يو جي. طب كابتن اي اي يو جي، قال لك اي جي اي جي اي، بعد كده اي اي كده يو سي يو، بعد كده يو. تمام كده كتبناها مع بعض، ثلاثيات، ثلاثيات اهو. ما النتيجه المترتبه على واثناء نسخ الام ار ان حدث استبدال للقاعده تي؟ القاعده تي ده اهي، القاعده
قاعدة جديدة ايه؟ استبدلت بسي. يبقى لو وهي طالعة كده هتلاقي ان الايه ده ايه بقت سي، يبقى اي جي جي. تمام. تعال نشوف كده قبل ما انسخ، كانت الجي دي عبارة عن ايه؟ كانت الجي دي عبارة عن ايه؟ فكنت بنسخ مسيونين، وبعد كده الاي جي اي دي كانت بتديني ارجينين. طب بعد استبدالها بسي لما جيت نسختها بقت اي جي جي، اجي اترجمها الاقيها ارجينين برضو، يبقى ما تغيرش نوع البروتين، يبقى التكوين نفس البروتين، تكوين نفس البروتين. تمام. خش على السؤال اللي بعده. كان التصنيف التقليدي يقسم الكائنات الحية إلى مملكتين، ولكن بعد دراسة تطور الكائنات الحية تم تصنيف الكائنات إلى 5 ممالك في التصنيف الحديث. اعتمدنا على إيه؟ اعتمدنا على تهجين الـ DNA ودرجة الحرارة اللازمة لفصل الشريطين عن بعضهما. خش على السؤال اللي بعده. طبعا الاستنساخ ده بستخدمه في عمليات تصنيع الأنسولين، هو مع الـ DNA مع الاتحاد، إنتاج جينات صناعية، كل دول تبع بعض، لكن الإجابة تبقى تهجين الـ DNA. السؤال ده كان غلط، وكان مكتوب في التاب صح، كان مكتوب في أسئلة التاب صح. تمام. كان هنا الثلاثه دول صح، اكيد في واحده اكيد لازم كان مغير حته من هنا. تمام. السؤال ده كان مكتوب في التاب صح، لكن هنا مكتوب غلط. نشوف بقى السؤال 49. بيقول لك مر الذي يشير اليه بوليمر الام ار ان اي. بوليمر الام ار ان اي هو شريط مفرد، لا يحتاج الى روابط هيدروجينيه، فالاجابه هتبقى الف. طب تعالى نكمل كده مع بعض. ده بوليمر صح، انا محتاج الرابط الهيدروجينيه في الدي ان اي، ومحتاج الرابط الهيدروجينيه في مين كمان؟ محتاجها في البروتين، في عديد البيبتيدايد تعطي كل جزيء بروتين الشكل المميز له، ومحتاجها في بعض جزيئات التي ار ان اي، يزدوج في بعض اجزائه. تمام. عشان السؤال ده هيجي لك في امتحان اخر السنه، وممكن هيقول لك مين الف مين ب مين ج مين د، هيجيب لك واحده منهم. تمام. قلت لك الف، قلت لك د، ده هتبقى هي الدي ان اي، ب هي البروتين اللي بيعطي كل جزيء بروتين الشكل المميز له، وجيم دي التي ار ان اي المزدوج في بعض اجزائه. خش على اخر سؤال معانا. ما العمليات الضروريه التي تحدث في الخليه لاتمام بناء تحت وحدتي الريبوسوم؟ انا محتاج ايه يا سيدي؟ انا محتاج انسخ ام ار ان اي في النواه، وترجمه في السيتوبلازم الى 70 نوع من عديد البيبتيدات، يخشوا داخل النواه، يخشوا يوصلوا للنويه مع 4 انواع من الام ار ان اي، يدوني قصدي يترجمه الى ار ار ان اي. وصلنا ار ار ان اي في النويه، يبقى انا بنسخ ام ار ان اي في النواه، وترجمه في السيتوبلازم الى 70 نوع من عديد البيبتيدات. 70 نوع من عديد البيبتيدات دول يخشوا تاني الى داخل النويه، يوصلوا للنويه، هيوصلوا داخل النوية، وبترجمهم مع مع 4 انواع مختلفة تانية من الـ RRNA. تمام. اتمنى حل الاسئلة يكون فاتكم وما كنتش طولت عليكم. الامتحان حليته في 44 دقيقة، اللي هو حليت، فكرت في السؤال وشغلت دماغي، وكمان استبعدت الاجابات الثانيه وكنت واثق من اجابتي. فالامتحان يعني كان ياخد منكم ساعه بالكثير. طالب اللي ما حلش في ساعه لا، لازم يطور من نفسه شويه، يزود الحفظ شويه في الحاجات المهمه كده. ما تحفظش من نفسك، انت بتشغل دماغك تحفظ بعض الاجزاء البسيطه اللي بتحتاجها، ما انت لازم تبقى عارف بعض الحاجات دي. انت زي ما دخلت زي ما خرجت لازم يكون عندك بعض المعلومات اللي استفدتها من الدراسه دي. تمام. اتمنى الشرح يكون عجبكم، ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.